واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. كنت أنا من ضمن الناس المسؤولة عن الملف الخاص بعلاجه يعني، أو الحالة بتاعته عموما يعني، واحنا نزلنا نجيبه من بره لغايه ما قلنا من نادي النقابه، ومن نادي النقابه على القوات المسلحه، ومن القوات المسلحه الى طول المسلمين. وكان حمد الصحه كانت كويسه جدا جدا، وكان بدا يتعافى، وبدا انما السن طبعا هو معدي 80 سنه، فكنا خايفين عليه جدا.